واعلم أنه قد يحصل تجوهر النور المذكور لا بذكر لا إله إلا الله بل بتلاوة القرآن. احنا قلنا إن كل ذكر له نورانية خاصة، فالمشايخ العارفون بالله أجمع عدد منهم على أن ذكر لا إله إلا الله من أعظم أنواع الذكر، له خاصية معينة وله نورانية معينة. المجاهدات لها نورانية. قد يحدث أيضا أن يأتي نور للمريد بتلاوة القرآن، قد يحدث هذا النور، يتجوهر النور في القلب، حرارة الباطن هذه تأتي في القلب نتيجة تلاوة الإيه؟ القرآن. خلينا نفتكر لما بنيجي نقول بناخد عهد في الطريق، نقول أول حاجة إيه؟ إن إحنا بعد الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، والقليل المداوم عليه خير من الكثير المنقطع. كان مولانا رضي الله عنه ورحمه الله يقول إن الاستغفار ده أنت بتغسل القلب. الاستغفار ده إيه؟ لأن الاستغفار بينظف، مش كده ولا؟ بيمحق الذنوب، بيحرق الذنوب، بينظف، بيغسل. فالاستغفار عبارة عن إيه؟ غسيل، تنظيف للقلب. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعطير للقلب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها جمال، فيها تعطير للقلب. بعد ما بتغسل بتعطر، وبعد كده بعد ما غسلت ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. بعد ما غسلت وطيبت وعطرت تدخل على التقديس، لا إله إلا الله، التهليل. أدي الإيه؟ المعنى. فهنا لما بنقول إن أول شيء بعد الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله ورد الإيه؟ القرآن، يبقى لك مع الله سبحانه وتعالى مجلس قرآن وإن قل. عندنا تعمل ختمة، ممكن واحد يختم في شهر، واحد يختم في شهرين. طبعا حكاية يختم في أسبوع ولا أسبوعين دي كان زمان في الزمان الماضي، لكن أهو رمضان جاي ربنا قدرنا إن شاء الله ونعمل ختمتين ثلاثة فيه بإذن الله. لكن ممكن واحد ما يقدرش يختم إلا في شهرين، في ثلاثة، في أربعة. المهم أن يكون لك مع الله تعالى مجلس وإن قل. تحرمش نفسك كده، أنت هتقعد مع ربنا دلوقتي، أنت جاي تجلس تقرأ القرآن، أنت هتقعد مع ربنا سبحانه وتعالى، تجلس بهذه النية أن لك مع الله موعد تجلس فيه إليه. القليل المداوم عليه خير من الكثير المنقطع. ليك معاد مع ربنا، اقعد كده زي ام كلثوم بقول لكم بتغني كده، تقول لما قرب معاد حبيبي ورحت قابله، فهنيت فؤادي على نصيبه من وصل ايه؟ من قرب وصله. انت كمان فنان اهو، واخد بال حضرتك؟ فاذا ايه؟ تبقى داخل انك هتقعد مع المولى سبحانه وتعالى، انت مش جاي تقعد كده هتقرا قران، لا، انت هتقعد معاه سبحانه وتعالى مجلس. فاكرين حكايه المريد اللي هو راح لشيخه وقال له يا سيدي اني اختم القران كل يوم مره؟ فالشيخ قال له طيب يا ابني كويس، انا عاوزك تروح كده وانت تقعد تقراه تتصور كده انك قاعد بتقراه علي، عاوزك تختمه وانت قاعد قدامي. فراح المريد غاب، يجي ايه؟ اسبوع كده ولا اكتر، اسبوعين، ما جاش. فبعت زملائه قال لهم شوفوا يا اولاد اخوكم محمد قال ان انا بختم القران وراح غاب، شوفوا ماله يا اولاد ما جاش ليه؟ فراحوا جابوه، جه لقى المريد وشه شحب شويه كده وخاسس، فقال له يا ابني خير، غبت علينا ليه؟ قال له والله يا سيدي يعني لم أتعدى
يعني نصف القرآن حتى الآن. هو بقاله 15 يوم، ده كان بيختمه كل يوم مرة. قال له طب يا ابني شد حيلك، بس أنا عاوزك بقى إيه تختمه المرة دي كأنك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدى أسبوع، اتنين، تلاتة، شهر، يا ولاد شوف أخوكوا فين، شهر ونص، شهرين. بعتوا جابوه، وجدوا إيه يعني شاحب الوجه، خارت قواه، حالته إيه يا ابني؟ قال يا سيدي لم أتعدى الفاتحة حتى الآن. ها؟ يعني حسب بقى الربع ولا الفتحة ولا كذا أياً كان التقدير يعني. قال له طيب أريد أن تقرأه على رسول الله عند نزول الأمين جبريل بالقرآن ساعتها. راح ما جاش خالص. فبعد جابه، إيه الحكاية؟ فلما تقرأ القرآن أنت بتقرأه على مين؟ ها؟ أنت في مجلس في حضرة الله سبحانه وتعالى تقرأ القرآن وأنت في حضرة الله عز وجل. فإذا من الأوراد إيه؟ قراءة القرآن. وعندنا ياسين بعد المغرب، وتبارك بعد العشاء، والواقعة بعد الفجر، والمسبحات اللي هي ليلة الجمعة يوم الخميس اللي هي الحديد والحشر والتغابن إلى آخر الإيه؟ إلى آخره. واعلم أنه قد يحصل تجوهر النور، تجوهر يبقى النور يمتزج بجوهر القلب يعني المذكور، لا بذكر لا إله إلا الله بل بتلاوة القرآن. يحدث النور بالإيه؟ بالتلاوة. ويسمى تجوهر نور الكلام، لأن كلام الله له نورانية. ها؟ كل ذكر له نور خاص به، له أنوار معينة. هذا إيه؟ الذكر وكلام الله له نور. وذلك إذا أكثر السالك من التلاوة مع الاجتهاد في مواطأة القلب مع اللسان، يكثر من تلاوة القرآن بس يجتهد في أن يوافق القلب الإيه؟ اللسان. وذلك بأن يطبق المعاني بالألفاظ حتى يفرغ القلب للمعاني بالكلية. وهو بيقرأ يستحضر المعنى. كان بعض المشايخ الأولياء يأتي عند آية، هو بصلي ممكن يصلي بصورة كاملة في ركعة، ثم يأتي عند آية ويقف عليها لا يستطيع أن يتعدها حتى يؤذن الفجر. لا يستطيع أن يتعدى هذه الآية حتى يؤذن الفجر. أما تقرأ في سير السادة الأولياء وتجد أن مثلا منهم جاء عند آية لو أنفق ما في الأرض جميعا، الآية لا ليفتدوا به، ولو أن ولو أن لكل نفس ظلمت، يقف عندها حتى أذن الفجر. آيات كثيرة أنا لا يحضرني الآن هذه الآيات، أنه وقف عند معنى الآية، لما وقف عند المعنى مست شغاف القلب لم يستطع أن يتعدها. كلما يأتي عندها يبكي، يحاول يعيد يبكي حتى أذن الفجر طوال الليل ولم يستطع أن يتعدى هذه الآية. فلآيات القرآن نورانية ومعاني، فمواطأة القلب للقراءة أن يجهد قلبه في الاستحضار وفي الحضور حتى يوافق المعنى القلب فيقف عنده، حتى يفرغ القلب للمعاني بالكلية ولا يتوجه إلى إجراء الألفاظ على اللسان. يبقى مش واخد باله من اللسان،
لكن كأن المعنى هو الوارد فقط، كأنه يقرأ بقلبه ولا يشتغل بحديث النفس، لأن حديث النفس هو اللي بيصرفه عن حديث الحق، لأن القرآن حديث مين؟ حديث الحق. الإمام الشافعي يقول: والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالباطل حديث النفس والقرآن حديث الحق. فإذا ما أجهد نفسه وجاهدها حتى يكون هناك مواطأة للقلب مع النفس، مع كلام القرآن، يحدث حضور، فلا يشتغل بحديث النفس وإنما بحديث الحق حتى تجري التلاوة على اللسان من غير قصد. التلاوة تجري على اللسان من غير قصد. ويقوم معنى الكلام مقام حديث النفس، معنى الكلام هيبقى هو اللي يقوم مقام إيه؟ حديث النفس، لأنه حديث الحق هو اللي في القلب لاستغراق القلب. فيلتذ القلب بذلك، يلتذ القلب بالقراءة بتاعة القرآن، ويذوق ويسري ذوقه إلى النفس. يذوق معاني القرآن، يذوق حلاوة القرآن، لأن القرآن له حلاوة، زي ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان إيه؟ من رضي بالله ربا. ابن عطاء الله مش فاكر ولا مين قال يعني، أو الغزالي: فليتدبر العبد إن كان ممن يذوقون حلاوة الإيمان بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا، إن شعر بحلاوة في قلبه مذاق يبقى هو مؤمن، أو إيمانه صحيح، أو إيمانه طيب. لكن إن لم يشعر بالحلاوة فيحتاج إلى مجاهدات حتى يذوق طعم الإيمان، حتى يكون الإيمان في قلبه مذاق له. ويسري ذوقه إلى النفس والبدن، يسري ذوق القرآن من القلب إلى النفس، اللي هي كانت أصلاً حديث باطل، أصبحت الإيه؟ القلب هو الذي يؤثر إيه؟ على النفس. فيسري هذا المذاق إلى النفس والبدن، فيدخل على العبد سهولة في التلاوة. تجد إيه؟ يدخل على العبد سهولة في التلاوة، مش زي الواحد كده يقعد يقرأ عشان خاطر يقرأ كلمة صح، مش عارف يطلعها صح القرآن، ويقعد يجيب شفايفه يمين وشمال عشان يطلع الكلمة صح، مش عارف. لكن لما تنور القلب بالقرآن يجد ليونة في اللسان في تلاوة القرآن، وليونة في الأبدان، ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله، أيضا بذكر القرآن. سهولة في التلاوة والصلاة لذهاب ثقل النفس، لأن النفس تأثرت بأنوار القلب، سرت الأنوار من القلب إلى النفس، فتبدل أوصافها، فتبدل أوصافها، أوصافها فتنقطع قدراتها، الكدر بتاعها، وتبدل أوصافها فيتنور الباطن بتلك السهولة في التلاوة والصلاة بسريان نور الظاهر إلى الباطن من نور الباطن. يعني يسري نور القلب إلى النفس ثم إلى الجوارح والأبدان، فتلين بإيه؟ بأنوار القلب. فإذا اجتمع في الباطن نور المعاني التي فيه ونور الألفاظ الجارية على ظاهره مع نور الصلاة، تجوهر الكلام في القلب. لما تجتمع أنوار المعاني في الباطن اللي هي الناجمة عن أنوار ألفاظ القرآن اللي تحقق بها في قلبه مع الظاهر أثناء الصلاة، تجوهر الكلام في القلب، ويكون من هذا ما كان من ذكر الذات فيما سبق، اللي هيصبح إيه؟ زي مقام لا إله إلا الله، يصبح ذاكر ذاتا
مش أوصاف بس، ذاكر على مقام الذات، يعني يبقى ذكر من ذكر صفات ولكن ذكر الذات. ما هو إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ما دي ذكر الصفات، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، ده أوصاف. لكن الله اسمه الدال على ذاته، له نور يختلف عن نور الايه؟ الصفات، فيرتقي من الصفات الى ايه؟ من انوار الصفات الى انوار الذات، كما قلنا قبضك كي لا يتركك للبسط لانه هو القابض، وبسطك كي لا يبقيك مع القبض لانه هو الباسط، واخرجك عنهما كي لا يبقيك لشيء سواه الذات، يرقيك من الصفات الى ايه؟ الى الذات. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أفعال آثار، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك، يبقى صفات. الرضا وصفه، والسخط إيه؟ والسخط وصفه سبحانه وتعالى. وأعوذ بك منك الذات، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى ده ترقي من مقام الآثار يعني الأفعال، وانت كده بتعتبر هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ده آثار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنت بتذكر هنا بذكر الآثار، أنت بتشوف أثر قدرة الله تعالى، أثر صفاته، لأن لولا أنه المبدع ما كان هذا إبداع في الكون، لولا أنه الخلاق ما رأيت هذا الخلق، لولا أنه العليم ما رأيت هذه الدقة وهذا العلم في الوجود. إذن دي العلم والإبداع والخلق والرزق والجمال، كل هذه إنما هي إيه؟ آثار الإيه؟ الصفات. يبقى دي درجة. فإذا ما ارتقيت من الآثار إلى الإيه؟ من الأفعال اللي هي الآثار إلى الصفات، تقوم تعرفه بأوصافه سبحانه وتعالى، ثم ترتقي من الأوصاف إلى ذات الحق جل وعلا، فتعرفه على مستوى إيه؟ أنوار الإيه؟ الذات. فهذه درجات لمعرفة الله عز وجل. لا إله إلا الله، عشان كده مولانا ابن عطاء الله بيتكلم عن المعنى ده، بيقول ايه؟ أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار البواطن بأنوار أوصافه، ولذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ايه؟ يعني أنوار صفات، فلذلك بعد ذلك الذات. ومن هذا ما كان من ذكر الذات فيما سبق اللي هو اتكلمنا عنه في لا إله إلا الله، وهو أن يجتمع نور الكلام في القلب كلام الله تعالى مع مطالعة عظمة المتكلم سبحانه وتعالى، فتحصل منه المكاشفة ثم المشاهدة والمعاينة. دي درجات، أن تعبد الله كأنك تراه، مكاشفة والمشاهدة والمعاينة. انا ما اعرفش يعني ايه، فما حدش يسالني، هو بيقول كده وخلاص، عاوز تفهمها كده فهمها، ما تفهمهاش انا ما اعرفش. واعلم ايها الطالب، زي ما قلنا قبل كده ابن تيميه قال ايه؟ ان هذا العلم قد يقع سماعا وحينئذ يسمى ايه؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ هذا العلم قد يقع سماعا وحينئذ يسمى مخاطبات، وقد يقع رؤية وحينئذ يسمى مشاهدات، وقد يقع علما وحينئذ يسمى مكاشفات. أدركت به علم يقيني، وغدوت به عين يقيني، وشهدت به حق يقيني، فهو يقيني وهو يقيني الله، فقل جل الله. الله 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 الله
الله الله والله أكبر. أخوانا الكلام ده عشان نعرف يعني إيه أما يكون تواخد عهد وبتاخد ورد. قول لك ورد القرآن، ورد لا إله إلا الله، ورد الأسماء. معنى الورد إيه؟ بيشرح لك إزاي بينعكس أنوار لهذا الذكر في القلب فيحدث منه هذا الأثر في النفس، وينتقل أو يسري هذا النور من القلب إلى النفس إلى البدن إلى الجوارح. فبعد ما كان القلب تابع للنفس يصبح النفس والبدن تابع لإيه؟ للقلب. بدل ما كنت تستثقل الصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر أصبحت متشوقاً إلى الذكر وإلى التلاوة وإلى الصلاة وإلى إيه؟ العبادة. فتحصل منه المكاشفة والمشاهدة والمعاينة.